مشاركة مثلى باختلاف أطياف المجتمع المدني وتجاوب كبير من قبل المواطنين، أهم من ميز أكبر حملة تبرع بالدم على مستوى ولاية وهران. لا أنا موافق نتبرع، عندي كل 6 أشهر نتبرع، والله غير الحمد لله، والله غير تولي خفيف الحمد لله ما شاء الله. وماذا بكم إن شاء الله كل واحد ينجم يتبرع بالدم تاعه، راهي مليحة ماشي غير للناس، راهي مليحة ليه كما مليحة للناس إن شاء الله. نحث المواطنين على التبرع بالدم ومساعدة المرضى الموجودين في المستشفيات اللي هم محتاجين كثيرا للدم ومحتاجين لفصائل، سيرتو الفصائل المفقودة. المبادرة تخللتها أجنحة خاصة بتحسيس المواطنين وتوعيتهم بضرورة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وطرق علاجها. وكثر خيرهم ورحمة ديهم اللي راهم معنا واللي راهم يوعونا واللي راهم يورونا، وربي يجازيهم ربي يجازيهم. دروك باقي وحنا هما صاي داروا اللي عليهم، باقي دروك حنا اللي علينا، حنا اللي علينا الدرك. بروميير دي شوز غادي نديروا الفاكسين تاع لا غريب باسكو هذه هي لا كامبان تاعها دروك. دوزيام دي شوز رانا دايرين ديبيستاج تاع السكر، نوعوهم ثاني على المرض السكر. ولا ثروزيام رانا دايرين ديبيستاج دو كانسير دو سان باسكو حنا سونتر نديروا فيه ماموغراف. تحيي هذه الحمله الانسانيه التضامنيه التوعيه التحسيسيه في عده مجالات، يعني خصوصا يعني اكبر حمله تبرع بالدم لصالح مستشفيات وهران، ايضا اجنحه خاصه يعني بالنسبه للتحسيس من الامراض الخطيره. زرع ثقافة الوعي الصحي والمساهمة في إنقاذ حياة المرضى تبقى الأهداف الأسمى لمثل هذه المبادرات.